السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. تعالوا بينا يا أصدقائي نتعرف على الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. أولا الأعداد الزوجية، أي عدد زوجي يا أصدقائي مكون من 2. يعني إيه 2؟ يعني رقم زوجي، بمعنى لما أقول الصفر وأزود عليه 2 هيبقى كام؟ 2. 2 أزود عليهم كمان 2 هيبقى 4، وهكذا في العمليات 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. طيب نكتشف من ده ايه يا اصدقائي؟ اي ان كل عدد رقم احاده زوجي يكون عددا زوجيا. تاني، يعني كل عدد رقم احاده زوجي يكون عدد زوجيا. يعني مثلا لو جينا بصينا في الرقم 22، رقم احاده كام؟ 2، واتنين ده رقم فردي ولا زوجي؟ زوجي، يبقى يكون ايه؟ عددا زوجيا. طيب تعالوا نشوف الاعداد الفردية. ها، صفر واحد هنفوت 2 ونقول 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 أي أن كل عدد رقم أحاده فردي يكون عددا فرديا. يعني أي رقم أحاده فردي يكون إيه؟ عددا فرديا. تذكر أن إذا أضفنا 2 إلى أي عدد زوجي سيظل عددا زوجيا. مثال، لو قلت 14 زائد 2 هيساوي 16. طيب لو 274 زودت عليهم 2 هيساوي 276. طب ده في حالة الأعداد الزوجية. طب والأعداد الفردية؟ إذا أضفنا 1 إلى أي عدد زوجي فإنه يصبح عددا فرديا. فمثلا 36 لو زودنا عليهم 1 هيساوي كام؟ 37. والميتين أربعة وسبعين زائد 1 يساوي كام؟ 275. شكرا ليكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.